السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير ديال الكرواسون. كتجي رائعة جدا. اهم حاجة انكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا مزيان طريقة كيفاش نحصلوا على كرواسون بهذا الشكل هذا، وكذلك تبعوا بعض النصائح. فنبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نحتاجو 500 غرام ديال دقيق الفورص، دقيق عادي اللي كنديرو به الخبز. غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وكذلك معلقة صغيرة ديال ملحة، ربع كاس ديال الزيت، وكذلك 3 معالق كبار ديال السكر سنيدة. هنا عطيتكم العبار بالمعلقه والكاس، فضلت انني نعطيكم هكا ما نعطيكمش بالغرام، لان ماشي كلشي كيتوفر على الميزان. وغادي ناخذ كاس ديال الماء يكون غير دافي واحد شويه، ما استعملوش الماء سخون. طبيعة الحال الكاس اللي عبرت به فهو الكاس ديال العنبه. غادي نحاولوا نجمعوا بهذاك الكاس ديال الماء، ولا ما تجمعاتش لينا العجينه غادي نزيدو الحليب، حتى الحليب يكون دافي غير شويه فقط. اما الا كان الجو سخون فخدموه بكل شيء بارد، يعني بحال ما بحال الحليب، غير في الحال البارد اللي خصكم تدفيوه واحد شويه. المهم استعملت نصف كاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء، هادشي اللي غادي تحتاجو. ومن بعد غادي نبداو كندلكو العجينه بهذه الطريقه هذه، ونكملوا الكميه ديال الحليب اللي بقات عندنا كيف سبق وذكرت، يعني نص كاس ديال الحليب. وغادي نبداو كنعجنوا بهذه الطريقه هذه. اللي عندها العجانه دير العجينه في العجانه وتخليها تدلكها على سرعه منخفضه، ما تكونش سرعه مجهده بزاف بحال ما تسخنش العجينه بزاف، ولا عجنوها بيدكم، من الافضل الكرواسون عجنوها بيدكم. وغادي نبداو كنديروا في هذه الطريقه هذه، كنشدوا العجينه كما شفتوا كنخبطوها مع سطح العمل بهذه الطريقه، وحنا كنطويو العجينه لداخل. هذه الطريقه ديال العجن كتخلي العجينه تطلق لينا الجلوتين اللي فيها، وكتعطينا نتيجه زوينه في الاخر. بالتالي ملي نساليو غادي نرشو هكا البلاصه اللي نخمرو فيها العجينه او الاناء اللي نخمرو فيه شويه ديال الطحين، وصافي غادي نحط العجينه ونخليها تخمر على خاطرها. غادي تاخد لكم تقريبا ساعه حتى ساعه ونص. غادي نخلي هاد العجينه تخمر وندوز باش نحضر الزبده. بالنسبه للزبده استعملت زبده مملحه، يعني الزبده ديال الماكله، راكم شفتوا لومبالاج ديال الزبده. مهم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يشوفوا النوعيه اللي استعملت راها باينه. غادي نستعمل 300 غرام من هذه الزبده. غادي نفرشوا هكا واحد البلاستيك، وغادي نحطو الزبده ونحاولو اننا نديرو واحد بلاستيك اخر من الفوق، ونطلقو الزبده على شكل مربع. كما شفتو راه دايره واحد بلاستيك اخر من الفوق، ومن بعد ما خمر العجين كما شفتو العجينه راها تماسكات، غادي نحاولوا نطلقوا العجينه حتى هي حاولوا تعطيوها شكل مربع شويه، جبدوها بحال هكا من الجوانب بحال ملي تكونوا كتطلقوها بالدلك تعطيكم هذاك الشكل المربع. وضروري نرشوا الدقيق. صافي غادي نبدا كنورق، ومن بعد غادي نشد هذيك الزبده اللي طلقتها ما بين جوج بلاستيكات ونجي نحطها هكا في الوسط. تبعوا معايا الطريقه اللي غادي نطوي بها العجينه، فهي طريقه سهله، حاولت انني كاع ما نعقد عليكم المراحل.
صافي كنطويوها على هذا الشكل هذا كما شفتوا. المهم الزبده ما تبقاش كتبان، حاولوا تغطيو الزبده تماما ما تبقاش كتبان، وهاد الجوانب حاولوا تقادوهم شويه. وصافي من بعد غادي نرش شويه ديال الطحين وغادي نطلقها مباشره، ما غاديش نجيو نطلقوها بدلك مباشره، غادي نحاولوا اننا نضغطوا عليها بحال هكا، كنمشيو كنضغطوا عليها بحال كنوزعوا الزبده وسط من العجينه، ومن بعد عاد كنبداو نطلقوا بالطريقه العاديه. ودائما رشيشه ديال الطحين، نحاولوا نعطيوها شكل مستطيل وكذلك حتى شويه ديال العرض. في الاول غادي نطويها غير على جوج ونفضوها مزيان من الطحين، ما تخليوش الطحين لاصق في العجينه، وكنطوي الطرف الثاني. ديما هاد الطرف الثاني ملي طويوه خاص العجينه تكون خارجه شويه على الجناب. وصافي دابا غادي نغطيها بالبلاستيك ونخليها تقريبا شي 5 ديال الدقائق او 10 دقائق حتى ترتاح شويه، باش كتبغي تطلق لكم العجينه، لان الا ما كانتش العجينه مرتاحه وبقيتو كتطلقوا يعني بالجهد كنتو كتضغطوا على الدلاك، فكونوا اكيدين ان العجينه غادي تقطع لكم، غادي تخرج لكم الزبده، ولا بقات تخرجت لكم الزبده صافي راه خسر لكم كل شيء. فضروري عطيوها الخاطر وخليوها ترتاح، قداش ما ارتاحت العجينه غادي تجيكم كرواسه سهله في الخدمه. من بعد ما طلقتها على شكل طولي غادي نعطيها كشويه ديال العرض. ودابا في الطويه الثانيه غادي نطويها بهذه الطريقه هذه، وديما كيف ما قلت لكم هذه الجهه كتكون شويه خارجه. غادي نغطيها المره الثانيه وغادي نخليها عاوتاني ترتاح مره اخرى بنفس الطريقه، غادي نضغطوا عليها شويه بالدلك وعاد نبداو كنورقوا. بالنسبه للطويه الاخيره صافي هي هذه، غادي نطويها ونخليها ترتاح على الاقل ربع ساعه. غادي نغطيها مزيان دابا بالبلاستيك، ولكن ما غاديش نخليها ترتاح هنا لان الزبده شويه ذابت، فغادي ندخلها للثلاجه ترتاح ربع ساعه. هنا من بعد ما دازت ربع ساعه كما لاحظتوا العجينه راه ارتاحت، دابا غادي نخرجها من البلاستيك ونورقها باش نشكل الكرواسه ديالي. ودائما نرشو بالطحين، صافي من بعد ما طلقت العجينه مزيان غادي نقسمها دابا على جوج، لان غادي تجي غيجي الشريط طويل بزاف، فغادي نقسموه على جوج. غادي نطلقوا الاول، من بعد ما طلقت العجينه خاصها تكون شويه ماشي رقيقه بزاف، تخليو العجينه شويه غليظه، وغادي نبدا كنقطع مثلثات بهذا الشكل. الا بغيتو يجيوكم قادين مزيان تقدروا تستعنوا بمسطره. صافي غادي تحاولوا اول حاجه انكم تجبدوا شي شويه العجينه بحال هكا، ديروا واحد الفتحه صغيره وتبداو كتلويو.
واحد الملاحظه بالنسبه للكرواسون، ملي تكونوا كتلويوها حاولوا ما تزيروهاش، رخفوا يدكم معاها، ما تبقاوش كتجبدوا العجينه وكتزيروها، غير لويوها عادي غير بشويه وخليوها كما هي. غادي نرش المول اللي غادي نطيب فيه بشي شويه ديال الطحين وصافي، غادي نستف فيها كرواسه. ماشي ضروري يكون عندكم هاد المول، تحطوها في لاطه عاديه. وكيف سبق وذكرت، اهم حاجه انكم ما تبقاوش كتجبدوا العجينه بزاف ملي تكونوا كتلويو الكرواسه ديالكم. صافي تجبيده وحده هي الاولى اللي كتشوفوا دابا، ومن بعد كتلفوا عادي. انا درت هادو عاديين ووحدين بالشوكولا، تقدروا تعمروا بالشوكولا الوسط، ديروا طريف ديال الشكلاط وصافي. ملي ساليت غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. الا كنتو بغيتو تخمروهم في الثلاجه، افضل يعني افضل طريقه للكرواسه هو انكم تخمروها في الثلاجه على الاقل 5 ديال السوايع، يعني تغطيو الكرواسه ديالكم وتدخلوها للثلاجه تخليوها 5 ديال السوايع صافي، وتخرجوها دهنوها باصفر البيض وطيبوها. وهذه هي الطريقه اللي درت انا صراحه، خمرتها في الثلاجه. ولا بغيتو تخمروها على برا فخليوها تخمر على خاطرها الكرواسه، ما تخمروهاش يعني في شي بلاصه سخونه، لان الا مشات حتى ذابت الزبده وسط العجينه صافي راه ما غاديش تجيكم الكرواسه مورقه نهائيا. المهم هذه نصيحه من بعد كاع التجارب اللي جربت مع الكرواسه، الكرواسه ما خصهاش تخمر في شي بلاصه سخونه، يعني خصها تخمر غير في البروده باش كتبقى هذيك الزبده يعني ما دايباش وسط العجينه، وملي كندخلوها الطيب كتعطينا هذاك الفويطاج. فهذه هي الكرواسه من بعد ما خرجتها، كيجي هذا هو الشكل ديالها. كندخلوها الطيب على 300 درجه، يعني العافيه شاعله الفوق والتحت وتكون العافيه مجهده مزيان صافي. ملي كتبغيو تدخلوها راكم كدهنوها بيضه وحده، كتضربوا بيضه فقط، ما كديروا معها حتى شي اضافه، وكدهنوها وتدخلوا الكرواسه ديالكم طيب كيف ما قلت لكم على 300 درجه، العافيه شعلها الفوق والتحت. الا كانت عندكم الفرفاره شعلوها حتى الاخر، يعني حتى تبان لكم الكرواسه بدات كتحمر، ديك الساعه تقدروا تشعلوا الفرفاره الا كانت متوفره عندكم في الفرن، باش كيجي التحمار من جميع الجهات وكتجيكم الكرواسه مقرمشه من الفوق. فكنتمنى تكون عجبتكم وجربوها. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه، ديروا لايك. خليتكم على خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.